في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها ولا سيما المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني برأس العين عميروش بالتنسيق مع الفرق المجاورة، وهذا استغلالا لمكالمة هاتفية من الرقم الأخضر 1055 مفادها طلب النجدة من طرف أحد الأشخاص ضحية سرقة مشيته المقدرة ب 32 رأس من الغنم التي وقعت تزامن مع وقت الإفطار. على الفور تم التأكد من المعلومة واستغلالا لها تم وضع تشكيل أمني في هذا الشأن، كما تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان. أسفرت العملية عن توقيف شخص بعد الاستغلال الأمثل لهذا الأخير، تم توقيف شخصين آخرين ضمن أفراد الشبكة من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، مع استرجاع جميع القطيع المتكون من 32 رأس من الغنم وتسليمه لمالكه وحجز هواتف نقالة. سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة، لذا يبقى الرقم الأخضر 1055 دائما في خدمة المواطن.